على مدار الكام يوم اللي فاتوا تقريبا الناس كلها مفيش كلام عندها غير التحذير من طقس النهارده اللي هو الثلاث لحد يوم الخميس. والهيئه العامه للارصاد الجويه حذرت من ارتفاع في درجات الحراره النهارده على كافه المحافظات والمدن المصريه، وشددت على ضروره اتخاذ كافه الاستعدادات والتدابير اللازمه للحد من الاثار الناجمه عن الظواهر الجويه المتوقعه. بس كمان يا رشا انا حاسه ان المواقع مقفوراها قوي الاخباريه، احذر موجه ما هي كيف يعني عادي، ما احنا 40 درجه وصلنا يومين في هذا الصيف يعني احنا على فكره كنا في الصيف اللي فات بنوصل 50 و51 عادي، ما حصلش يعني هي موجه، وده فصل الربيع التقلبات الجويه بالزبط. فيه لكن خليني اقول لحضراتكم ان الارصاد الجويه قالت ان اعتبارا من النهارده الثلاث 23 ابريل ولغايه بقى ان شاء الله يوم الخميس 25 ابريل الطقس فعلا هيبقى فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره بقيم تصل لسبع درجات مئويه. التقرير بيقول انه هيسود طقس شديد الحراره نهارا على كافه الانحاء ومعتدل ليلا. نتكلم اكتر عن الموضوع ده مع ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي وعضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الساده المشاهدين، يومكم سعيد ان شاء الله. اهلا بحضرتك. علينا جميعا يا رب. خلينا نقول يعني انا كان معانا لقاء قبل كده وانا قلنا ان ممكن طبعا التغيرات المناخيه ترفع درجات الحراره بشكل غير مسبوق، يمكن حضرتك قلت لي ان احنا الصيف ده ممكن يبقى درجه الحراره فيه اعلى عن الصيف اللي فات. يعني دي بوادر اللي بيحصل. لا خليني انا اكد لحضرتك، يعني كنت مع الاستاذه رشا في شهر يوليو الماضي 2023 وكنت قلت يعني بفكر حضرتك ان الصيف اللي فات هيكون من اشد صيف يمر على مصر حراره بسبب ظهور ظاهره النينو في يونيو الماضي في 23. قلنا هتقعد سنه، ما هي بقى ممكن قالوا انها ممكن تمتد لاكثر من السنه كمان، فبالتالي ده الجديد بقى لان ظهرت النينو سنه. لا هي قالوا ان يعني بعض الباحثين قالوا انها ممكن تمتد اكثر من سنه، فبالتالي اللي احنا هنتعرض ليه هي درجات الحراره العاليه. لكن اللي بيحدث حاليا هو حاجه هنقول ان هي برضو غير طبيعيه. ليه؟ لسبب بسيط، انا يعني بمقارنه بسيطه بين درجات الحراره في ابريل 2023 وابريل الحالي، لقيت ان هو متوسط درجات الحراره في ابريل 23 كانت 28 درجه. تعالي بقى حضرتك ان دلوقتي متوسط 32 في ابريل الحالي، هتبتدي تخشي في مايو هيبتدي المتوسط يزيد 34، يونيو هيوصل ل 37، فبالتالي فعليا ان الصيف هيبقى شديد الحراره. وحته التهويل من الموضوع، اولا مفروض ما اهولش من الموضوع اكتر من ان انا يعني اوصف كيفيه التعامل مع المشكله. انا هواجه مشكله بس ازاي اواجهها او ازاي احلها، ما سببش ذعر، ما سببش اي مشكله. المواقع اللي بتعمل كده يعني مش صراحه مش هيئه الارصاد، هي المواقع اللي هي تحط لك عنوان عنوان كبير علشان يشد الناس للموضوع ده. الطبيعي ان مع ارتفاع درجات الحراره، انا النهارده هواجه ارتفاع في درجات الحراره، النهارده 39 بكره 41، يوم الخميس هينزل تاني ل 34 درجه، فالموضوع احنا هنبتدي نخش في موضوع الفلكتويشن، الارتفاع والانخفاض. الارجحه ديت يعني بنهايه شهر ابريل، بعد كده يحصل انت شايف الكحه عامله ازاي؟ والله الارتفاع والانخفاض عماله لا اربع ايام موت. انا عايزه بقى اسالك، هل اللي احنا شايفينه ده التغيرات المناخيه والنينو، يعني كلنا تابعنا اللي حصل في عمان وبعد كده وصل لدبي وبعد كده اعتقد قطر حصل برضو فيها نفس الحاجه، وده مش طبيعي يعني كميات الامطار اللي نزلت. انت بتتكلم في 75 سنه يعني دي تبعيات ظاهره النينو زي ما قلت. ده برضو نينو؟ نص الكره الارضيه الشمالي هيتعرض لفيضانات وامطار وحته بقى العواصف والرياح، حته بقى نص الكره الجنوبي يحدث جفاف ومشاكل اخرى، فبالتالي هو ده ظاهره النينو. هقول لك ان النينو ده بتحصل عند المحيط الهادي صح؟ بالظبط، دي ظاهره. يعني انا ما سمعتش حد عند المحيط الهادي بيطلع عند المحيط الهادي جرى له حاجه. لا اي تاثير، احنا اللي بيجرى لنا تاثيرها في نص الكره الشمالي مش الشمالي مش الجنوبي. لا فبالتالي نص الكره الجنوبي بيكون مصر ممكن يحصل فيها؟ لا هي مصر يعني الحمد لله ربنا يعني حابينا بحاجه جميله. انت لو حضرتك هتشوفي ان عندنا مصر تلاقي ان في محافظات ليها ستايل في درجات الحراره مختلفه، تحس ان احنا عايشين كان انا عايش مثلا النوبه والاقصر واسوان دي كانها بلد لوحدها.
الصعيد ده جزء لوحده، الوجه بحري ده جزء تاني لوحده، فاحنا عندنا ده التميز اللي يعني يمكن ربنا مديه لنا. اقاليم مناخيه يعني، بس احنا على تارجت الاقاليم المناخيه. يعني احنا كل منطقه ليها درجات الحراره المميزه بيها، وبالتالي دي حاجه جميله لسبب بسيط. انا لما بيرتفع درجات الحراره المردود السلبي بيكون فين؟ انا بدور على حاجه بيكون ليها مردود سلبي اقتصادي. ايه الاقتصاد اللي بيكون المردود السلبي فيه؟ الزراعه. قطاع الزراعه المحاصيل هو من اهم القطاعات الاقتصاديه في الدوله المصريه منذ قديم الازل، من ايام كليوباترا، الملك فاروق، محمد علي باشا الكبير، لحد وقتنا هذا مصر هي رائده، المفروض الرائده الاولى في قطاع الزراعه. تخيلي بقى الاهتمام الزائد بقطاع الزراعه ده هو ده هينقلنا نقله نوعيه كبيره جدا، لان كان دايما في وجود قطاع الزراعه وريتش بتاع قطاع الزراعه، واحنا انتاجنا المتميز فيه كان بيدينا نوع التميز في الاقتصاد فيما بعد. فبالتالي ده من الحاجات المهمه اللي من المفروض مع ارتفاع درجات الحراره ابتدي اهتم بيه. وبالتالي هتبص لقيت حضرتك توصيات جامده جدا للناس اللي هم المزارعين، لان ده انتاج. انا بتكلم على نبات ما بيهربش، انا ممكن لو في ارتفاع درجه الحراره اقعد في البيت، ممكن مع ارتفاع درجه الحراره اشغل تكييف، في وسائل تقدر تساعدني ان انا اتكيف مع الظروف المناخيه سواء كان بارتفاع او انخفاض درجه الحراره. لكن الوحيد اللي متواجد وحيدا ستاند الون في البيئه بيتعامل معاها النبات. انت لو تفتكر السنه اللي فاتت محصول المانجا اتأثر بشكل كبير من ارتفاع درجات الحراره، وكانوا مزارعين المانجا بيقول لك المحصول اتحرق، المانجا يعني والمشمش اتحرقوا. يعني انا اتذكر فاكر احنا اتكلمنا من المشاكل برضه بيكمل السنه دي في مشاكل في المشمش. لا المشمش لانه يعني محصول بيبقى قصير قوي بيظهر في فتره اسبوعين، فمجرد ان تظهر درجات حراره هيأثر اقتصاديا على ناس اصلا بيقعد فتره طويله عشان يجي بقى في الاسبوعين دول يطلع. طب ده هيخليني اسالك سؤال دكتور تحسين، هل معنى كده ان احنا في محاصيل معينه او منتجات زراعيه ممكن نشوفها بدري شويه في الاسواق نتيجه ارتفاع درجه الحراره تنضج؟ طبعا يعني ثمارها تنضج. الطبيعي ان مع ارتفاع درجه الحراره بيحصل حاجتين، يعني في بعض الحاجات اللي هي الخضروات يعني دي اللي هنبتدي بقى نحذر منها، ان الخضروات زي الطماطم والفلفل والبدنجان والكلام ده كله ممكن الزهور تسقط او تتسقط، فبالتالي التساقط الزهور ده معنى كده ان الانتاج هيحصل له ديلي او يتاخر شويه، فمعنى كده ان تاخير الكلام ده يحصل ارتفاع في الاسعار مره ثانيه في الحاجات دي. الاكثر من كده ان لو حصل ارتفاع في درجه الحراره في فتره حاليه مع عروه طماطم مثلا مزروعه حاليا وزهرت وتساقط الزهر مع الاسبوع اللي جاي ولا اللي بعده بدينا نخش في رياح 50 مثلا، فبالتالي انت هتتعرض بقى ان انا في خلال 45 من يوم الوقت ده هتلاقي ان اسعار الطماطم هتعدي المعدلات بتاعتها. يمكن قديما كان ان السيدات البيوت زمان كانوا دايما اما الطماطم سعرها ينزل تبص تلاقي يروحوا جايبين طماطم وعاملينها عصير وحاطينها في البيت، عندهم ذكاء اقتصادي فوق ما تتخيل. او صلصه يعني ما هم بيحولوها عصير وما بيحولوها، لا بيحولوا الطماطم دي بيشتروها بكميات كبيره يحولوها لعصير ويخزنوها. صحيح. فهو ده اسلوب استراتيجي للتعامل مع ازمات. انا ليه هستنى لما اتعرض للازمه؟ لا هم كان عندهم فكر استراتيجي برضو المحاصيل اللي هي الفواكه والكلام ده كله كان ياخدها يعملها مربى يحولها لمنتج تاني اخر، وده ذكاء. يعني العمليه ما بقولش عليه ان هو نوع من مش عايزه اختم غير لما اسال على رياح الخمسين عشان الحساسيه والجيوب الانفيه والادوار اللي ماشيه، ايه هل هتستمر؟ انا يعني عذرا على المقاطعه بس هي يعني علشان الوقت الفقره بتاعتنا نادياب بيستعد للنشره الرياضيه فلازم يعني هنعمل ايه؟ هل رياح الخمسين الفتره اللي جايه هي رياح الخمسين من المتوقع انها طبعا لازم تيجي. اولا هقول لحضرتك على حاجه، رياح الخمسين عدم حدوثها بتؤدي الى ازمه كبرى، لان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني دي ظاهره طبيعيه مالهاش علاقه بقى بالتغيرات المناخيه تماما. رياح الخمسين هي بتيجي في فتره ما بين الانتقال ما بين الفصول، يعني بين الشتاء والصيف، هي بيكون رياح محمله باتربه، وفي الغالب الاتربه دي بتكون في حجم النانو مع ارتفاع درجات الحراره، هي بتعمل نوع من التنظيف للارض تماما من الميكروبات اللي ممكن تكون ضاره، فبالتالي دي مفيده جدا. انا حاسه ان احنا رياح الخمسين طول الايام، انا بحس انها اضطراب موجود طول ولا هو للاسف الشديد. لا هو للاسف الشديد هي مش ولا انا لوحدي بتتحكي انا لوحدي. لا انا مريضه جيوب انفيه حاسه بيها. انا حاسه بيها. هو احساس حضرتك ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن انبعاثات الكربونيه وارتفاع غاز الميثان، فبالتالي الاتربه تحس انها متعلقه في الجو ما بتطلعش. وريحه التراب هي دي مش رياح خمسين،
هي دي نتيجه للعوادم السيارات، وجود ارتفاع غاز الميثان، فبالتالي النسب دي موجوده بنسب عاليه، فانت بحضرتك بتحسي بالكلام ده. فالطبيعي ان انا بتعامل مع المشاكل دي بطريقه ما او باخرى. البسي ماسك، البسي ماسك يا فتحي، خلاص البسي ماسك وامشي بماسك. تعبنا، لا قلنا بقى بكره وبعده بماسك، بماسك هنا في الاستوديو. ماشي. دكتور تحسين شعلة، يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي بتتكلم. شكرا جزيلا، شكرا لك.